فأولا مجيئنا اليوم في هذا المقر وهو لتهنئة السيد رئيس الحكومة المعين على الثقة الذي حظي بها من طرف الشعب أولا من طرف جلالة الملك، وكذلك لنستمع إليه لآرائه بالطريقة التي يريد أن يشتغل بها لتكوين الحكومة. وبطبيعة الحال أعطيناه كذلك وجهة نظرنا، وإن شاء الله المشاورة ستستمر، وما يكون صالحا للمغرب هو الأهم وهو الأساسي، والحمد لله هذا يعني بشارة الخير، ونتمنى إن شاء الله أن بلادنا تخرج فائزة وناجحة بالحكومة الجديدة التي سيقودها السيد الرئيس سي عزيز خنوش. شكرا لكم. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.